شكون يحكي على ستاج توصلي تبع ستاج. عزيزي يا جماعة، مرحبا بكم في قناتي باندا كود. انا تخرجت مونسيون تري بيان، ما عندي حتى فكرة اش باش نعمل بعد، كيفاش ندبر ستاج اللي هي حاجة عويصة. باهي، كيفاش ندبر ستاج؟ قبل ما نبداو في الليتاب كيفاش ندبر ستاج، خنفسر لكم انواع الستاجات اللي انا نعرفهم حاليا. باهي، فما ستاجات اللي هما زوز انواع، فما ستاجات اللي هما زوز انواع. فما ستاج لوليني، النوع الاول اللي هو ستاج دينيسياسيون والا دو بيرفيكسيونمون، هذوما يتسميو دي ستاج دو فان داني. باهي، فما دي فاكولتي والا دي زيكول والا دي انستيتيو. لي انستيتيو هذوما سيستيم تاعهم كيما نقولو احنا سيستيم ايكول، تو سامبلومون شنو يعملو؟ كل عام بعد ما تكمل مثلا تقرا ليسونس 3 ans، العام الاولاني والثاني تعمل بروجي دو فان داني، يعني في اخر العام تعمل ان ستاج. جينيرالمون يكون في جانفي، اما انتوما بالنسبه لعام السنه باش تعملوه في الصيف. ان شاء الله ربي يعينكم. باهي، يعينكم. باهي، الفازه شنيا اللي هي ثم ستاج دينيسياسيون. ستاج دينيسياسيون هذايا شنو نعمل بيه؟ ستاج دينيسياسيون باش نتعرف على الوسط متاع الخدمه، يعني العباد كي تمشي تخدم شنو تعمل، شنو الحاجات جينيرالمون الوظيفه نتاعو دابخي شنو وقيت انا في الحاجات لي دوكيمون يعطوهم لنا، اللي انت باش تولي تعمل علاقات في الخدمه، يعني تتعلم شنو معناتها خدمه، العلاقات في الخدمه. باغ اكزومبل تعمل روحك تعمل ستاج ايمين في بوسطه، في بنكه، في الشركه الوطنيه للكهرباء، الشركه الوطنيه لتوزيع المياه. تنجم تكون عموميه وتنجم تكون مش هكاكا، يعني تنجم تكون تابع الدومين نتاعك وتنجم تكون مش تابع الدومين نتاعك. بالنسبه للستاج هذايا، بالنسبه لي انا رايي الشخصي ننصحكم العباد اعملوهم في الدومين نتاعكم، على خاطر انت باش تقرا 3 سنين باش تخصص في حاجه معينه، تنجم تكون ايكونومي ولا انفورماتيك ولا ما نعرفش عليك، انا حاشي بفازه معينه باش نتعلمها. هما يحبوكم ديجا تتعلموا حاجات جديده في ستاج، دونك احنا في ستاج هذاك باش نحاول نتعلموا حاجه جديده، لونغاج دو بروغراماسيون جديده، دي ميثود دو ترافاي جدد، تتعلم كيفاش تخدم اون جروب، تتعلم كيفاش ما تحشمش. مثالش وقت اللي انت تبدا تعمل في ستاج اعمل دي فورماسيون كيفاش تحكي قدام العباد، خاطر حاجه مهمه على الاخر. باهي، عندك مشكله في الفرنسي في الانجلي برا مشي اعمل فورماسيون. دونك كون روحك، راهو ديما ديما لازمك تعمل اون فورماسيون كلكو سوا، يعني توا والا بعد ما فاتك حتى شيء. دونك يو هاف اول ذا تايم انك تقرا وانك تطور من روحك، امبروف يور سيلف، تولي فرحان على الاخر مع حتى روحك. باهي، بعد المهم هذا ستاج دينيسياسيون اللي قلت عليه انا لولاني. ستاج دو بيرفيكسيونمون، ستاج هذايا مش كيما ستاج لولاني. ستاج لولاني ممكن اهون في برشا حاجات، اهون يعني مش باش يطلبوا منك برشا حاجات، مي راهو في سوتونونس، راهم يحاسبوا عباره بيف. انا قبل كنت نسمع اللي ستاج دينيسياسيون وستاج دو بيرفيكسيونمون اسهل من البي اف، ما هوش اسهل، ما طلعليش اسهل انا ام سوري، يعني ما طلعليش اسهل، طلعوا كل كيف كيف، كلهم كيف كيف. ولي جوري نتاعي اللي حسبوني المره الاولى والمره الثانيه، المره الثالثه كانوا بنفس الصعب نفس كل شيء، مش صعيب، هي مش حكيت صعيب، اما يسالك يقول لك شنو هي هذه شنو هي الاخرى فسر لي. دونك ما تستسهلوهمش، راه فما عباد تاخذ في 11 و 12 و 10 وفما عباد تطيح كومبليتمون، ردوا بالكم وماذا بيكم تعملوهم في وقتهم، يعني ما تخليش مثلا يقولك اعملوا في الفشتي تقول لنا لا تخلي بعد كي نعم بي اف، راك ما عندكش وقت، لازمك تدبر ستاج. باهي، تعدي ونحكي تدبير ستاج في ساعة في ساعة. وفما ستاج البي اف اللي هو بروجي دو فان داني، دو فان ديتود، بروجي دو فان ديتود كي نكمل قرايتي جمله واحده نعمل بروجي مشروع نحط فيه الحاجات اللي قريتهم الكل، والا نحط فيه حاجه جديده، والا انا ما هذاك شنو نعرف. باهي، سو نتعدى الحاجه اللي بعدها اللي هي انا كيفاش نمشي ندبر ستاج.
اكيد شغلكم البروفيت والعباد اللي تعرفوهم الكل، تمشي تحط سي في وتبعثوا للشركات مثلا اللي تبعي لفورماتيك، خاطر احنا تو نحكي على لفورماتيك، للشركات اللي تبعين لفورماتيك والبروغراماسيون، تقول لهم تحبوش نعمل عندكم استاج وكذا وكذا، وتحكي لهم على الحاجات اللي انت تعرفهم والحاجات اللي انت ما تعرفهمش، وفما شكون ينجم يحكي على البروجي نتاعو شنو هو حاجات كيفنا كيكا. هو فما الكثير من الوسائل اللي هي تبعث السي في نتاعك وتقعد تستنى، والا تمشي انت بيدك للشركات واحده واحده وتمشي للبيرو دوت نتاعهم وتحط السي في نتاعك بيدك، والا فما الحاجه الثالثه وهي المعروفه جدا واللي العباد الكل تو قاعده تضطر لها اللي هي المعارف. واتي ذا معارف، ذا معارف هي كي يبدا عندك يخرب لك حد، يعرف حد اخر يخدم في شركه اخرى يوصل لك السي في نتاعك، والا يكلم عليك شكون مش انت تنجم تدخل، مش على خاطر انت ناقص حاجه، نو انت ما ناقصك حتى شيء، يعني انت تكون ايتوديون عادي ما بيك حتى شيء، اما ناقصك عبد يعرفك، على خاطر فما برشا يفركسوا على استاجير بس السي في، فما شركات ما تتعاملش بالسي في، يعني كان انت في بالك بعثوا ديجيتالمون هو اصلا ما يحلوش الميل. سو انا اقترح اللي هي باش تفركس على استاج تعملهم ثلاثة، اسال العباد اللي تعرفهم الكل من معارفك، اسالهم كل وحاول ماكسيموم كيفاش تخليهم هما يدبرولك، وشوف في حكايه السي في العباد الكل، يعني في الميل نتاعك ابعث للشركات اللي موجودين في الانترنت، اكتب مثلا بروغراماسيون درجه استاج بروغراماسيون، شوف الشركات شوف هما شنو هو المواضيع اللي يحبوهم، فما شركات تعمل لك كتاب فيه المواضيع اللي باش يخدموا عليها السنه، سواء انت تختار الموضوع شنو وتبعث. فما اللي قلت عليها الفازه الاخرانيه كي تمشي ما مش بالسي في، تمشي لكل البيرو دوغ موجود في كل شركه وتبدا تحكي معهم وتشوف البلايص الشركات يعني وين بالضبط السيج نتاعهم، وتمشي تبعث في لي دوسي نتاعك باش هما يقبلوك. اكثر واحده مضمونه فيهم المعارف، اكثر واحده مضمونه به ثم المعارف، وفما الاخرى انك تمشي بيدك راهي مضمونه على الاخر بالنسبه لي انا، دونك تشوف على عينك الشركه كيفاه كيفاش انت باش تعمل كي تمشي لها والفازة الكل بيتا يا الفازة. باهي ان شاء الله ربي يعينكم العباد اللي قاعده مازلت تفرك سلتو سينا تعديو الحاجه المهمه اللي هي وقت اللي انا نبعث في ميل ولا فازة ولا اول نهار في ستاج كيفاش باش تعدى جينيرالمون اول نهار في ستاج باش تتفاهموا على شنو انتم باش تعملوا، انت سيادتك شنو البروجي اللي احنا تحب نخدمه في ستاج، دونك انت لازمك قبل ما تمشي محضر جينيرالمون تعرف على شنو باش يسلك العبد اللي باش يعمل عنده ستاج، راهو ما يعرفك الجملة وما يعرف حد شي عليك كان اللي ممكن انت بعثته في السي في، احكي له على الحاجات اللي باين فيك، تعرف البروغرام الحاجه الفلانيه قول له راني انا نعرف البروغرام هي راني نحبها على الاخر، قول له انت شنو تحب، قولوا شنو طموحاتك مثلا، قولوا نحب نخدم انتليجنس ارتيفيسيال بي اي بزنس انتليجنس، قولوا شنو الحاجات اللي انت تحب تخدم عليهم، قولوا نحب نخدم تشات بوت، قولوا نحب نخدم درج اللي تحبوا انت قولوا عليه. باه جينيرالمون سامع بعد ما تنجمش تقدم روحها ولا تحشم ولا اي حكايه، دونك ينجم هو بعد كيما نقولوا احنا ينجم يكون بلغتك على خاطر ما فهمكش، هو انسان بريء ما ينجمش يعرفك انت كيما انت تنجم تحكي له، احكي له الاكسبيريونس نتاعك شنو حاجه تعرفهم، هو اصلا يولي مرتاح معاك مش نورمال في حكايه ستاج، دونك مش باش يتقلق كومبليتمون على معاك انت ولا اي حكايه، وبين له في البريود نتاع ستاج على خاطر ساعات تنجم تعمل ستاج كي انت تعجبهم في الخدمه وكل ما شيء يدخلوك تخدم وفي خدمة باهية، خاصة كي تبدا شركة باهية دونك حاجة طايرة على الاخر، سو دبر الدبلوم نتاعك او ميم طون دبر خدمة دونك حاجة طايرة على الاخر. باهي تعديو الحاجة اللي بعدها اللي هي شناهي، باهي سو لازمك تعرف كيفاش تقدم روحك تحط روحك في صورة باهية، لازمك تبين لهم انت بونكتويل اش معناتها يعني توصل في الوقت، كي يعطوك تاج تخدمها بالرسمي ما فهمتش قولو ما فهمتش ما تحشموش، ما لازمنيش نحشمو خاطر الناس دا حشمت في الاستاج نتاعي وما لقيتش حل، يعني كي نحشم اني نحكي مع عبد ولا نحكي مع لون كادور نتاعي ولا حاجه نقولوا اني مانيش فهمتها، بعد نلقى روحي وحله في 300 انتاج مانيش خدمتها، دونك كنت نحشم والفازه نحيتها كومبليتمون
ولين حاجه مش فاهمتها، مش فاهمتها حاجه، فاهمتها فاهمتها عن الانترنت وعن اليوتيوب، يعاونونا مش نورمال على ان نطوروا من رواحنا. كما قلت لكم نتعلموا في البيريود هذيك، تعملوا دي فورماسيون، فما بليزيور سونتر دو فورماسيون، جوست تعرفوا تختاروا انه الباهي، اي سورتو انه اقرب لكم ليكم نتوما، وين نتوما تحبوا تعملوا الستاج نتاعكم، ولا اقرب لكم للدار خاطر باقص فلوس ترونسبور. باهي الفازة اخرى اللي هي ركزوا مع موضوع ستاج. باهي ساعات الموضوع كيكون باهي ينجم يدبر لكم اعز خدمة بعد البي اف ام. واضح واضح. بون هذايا ما فهمت تفسر، يعني هاني فسرتها مي دونك كيما قلت لكم الموضوع شوفوا الحاجات اللي طالعه على الانترنت البرة فاش يعملوا، شوفوا في فرنسا حاجات كيف نكيكة، العباد كي تقعد تعمل في ليسانس والا لي زانجينيوري نتاعهم شنو المواضيع اللي قاعدين يحكيوا عليها، مش باش تنقلوا، مانيش نشجع على التنقيل، اما خذ فكره، لازم يكون عندك فكره. داكوغ داكوغ. يعني مثلا انا مش علي انا باغ اكزومبل انا ولا انت ولا اي واحد يحب يعمل روبو وما يعرف حتى شيء، مش يعرف حتى شيء في بروغراماسيون، يعرف في بروغراماسيون عمره ما عمل روبو، تمشي تشوف في الانترنت العباد اللي عملت روبوات كيفاش خدمت. سو انت تاخذ فكره، تختار الميثود، تختار لي لونغاج والفازات اللي عندك تعملهم الكل باهي. فما حاجتين باش يعطوهم لكم في الاستاج اللي فاتوا اللي هي الجورنال دو ستاج. الجورنال دو ستاج هذا كتاب ماهوش كبير برشا، هو اسمه جورنال دو ستاج. جورنال مش معناتها يعني باش تعمل كل يوم باش تكتب كل يوم شنو عملت، تكتب كل يوم شنو عملت في ستاج، نظمهم وتعملهم سنكرونيزي يعني و بيان بيان اوردوني، يعني منظمين مليح مكتوبين فرونسي باهي ومكدودين مليح و اضاف اضاف على الاخر باهي. وفما في اخرها راهو لونكادرور نتاعك ما لازمكش تعمل معاه المشاكل. علاش؟ على خاطرو ينجم كي يحسك انت انسان باهي، نجم نهار اخر يكون معرفه باهيه، ينجم يدبر لك خدمة، ينجم يدبر لك دي فورماسيون، ينجم يعاونك حتى بكلمة. سو العبد كي يحبك كيما نقولوا احنا كي مش باش يحبك هو يعني، اما كي يحسك انسان لطيف، انسان كايند، ماكش متعمل مشاكل، انسان خدام جاي باش تعمل ستاج وتخلي سيرة باهية وتروح ذاتس ات. خاطر الدنيا راهي جينيرالمون قايمة على المعاملات، احنا كيفاش نعاملوا بعضنا. انت كي تتعرف هما علاش باحثينك اصلا على الستاج، باش تتعرف على العباد، العباد اللي باش تتعرف عليهم قبل راهم يعرفوا السيره نتاعك في الحكايه هذيك في الستاج نتاعك ولا اي حكايه. سو لازمك انت تعرف شنو تعمل به باش تخلي سيره به. بعد الفازه هذيك اللي انت باش تعملها، يعني بعد ما تخلي سيرة باهي كل ما شيء، ساعات فما دي ستاجير تلمون هما باهيين و بونكتويل و عباد عاقلين و عاملين دي بروجي متاحهم، عباد تنجح في 19 و دي 18 و حياة طيارة. باهي دونك باش تنجم انتي تكون عندك الفازات هذوكم الكل، ثم ورقة في الاخر في اخر الجورنال كاين لونكادرور متاعك اللي موجود في الشركة يحبك بالحق وحاسك اللي انت انسان ياسر طيب وباهي، يكتب فيك رسالة، الرسالة هذية يحكي مع عليك بالباهي، سو يحكي رأيه فيك ويقول راهو الانسان هذا باهي، راهو ما تعبنيش، راهو كان بونكتويل، يجي في الوقت يروح في الوقت، خدمته راتية لو يخدمها، يعرف يخدم بالكيب، ما يعملش مشاكل في الجروب، ما ندمتش لي انا تعرفت عليه، وبصراحة كيما نقولوا احنا الناس بيكون يتمنى يخدم معاهم ولا اي حكاية، اي دون نو، مي نتعادل اللي بعدها. كيما قلت لكم هذه جورنال دو ستاج داكوغ داكوغ. باهي نتعداو للفازه اللي بعدها. اللي هي لاتيستاسيون. حكايه لاتيستاسيون بعد ما تكمل ستاج تاخذ حاجه اسمها اتيستاسيون اللي هي الورقه اللي انت كملت من عندهم ستاج ومش عامل مشاكل. لاتيستاسيون ما يعملوها لك كلمه انت تكون عامل سيره طيبه ما عندك حتى مشاكل، جاوك به في كل شيء، يعطيوك اتستاسيون اللي هي ورقه مصحه من عند الاداره. مثلا عملت
استاج في شركة تونسية لتوسيع المياه مثلا، هما يسحوا لك بالكاشي متاعهم، هما يقولوا راه السيد هذا يعمل استاج عنا وكان انسان به وهكا كمل على روحه وبدي من الفترة هذه الفترة هذه وباي باي شي غيب به. الفازة اللي بعدها الكتاب. دونك احنا نخدمو في البروجي عندنا كتاب قاعدين نحضروا فيه. الكتاب هذا شنو لازم يكون فيه؟ زي الغابور دو ستاج، تقرير متاع ستاج فترة التربص اللي احنا باش نعملوها اللي عملناها به. في وسط الكتاب هذايا نكتبوا لي ديتاي اللي احنا حكينا عليهم في البروجي اللي خدمناهم بلوتو في البروجي الكل. دونك خدمت باللونجاج فلانيين تكتب، خدمت بكذا كذا اكتب وفسر به من الاغلاط اللي انا ممكن عملتهم، ونتمنى كنتم ما تعملوهمش في الاستاج اللي انا عملتهم. ما تعملوش دي شابيتر قصار، فمش شابيتر قصير اسمه شابيتر، ما نجمش يكون قصير. به كان عاملين دي دياغرام ولا اي حكاية ركزوا مع لي دياغرام الكل، دياغرام دو كلاس، دياغرام دو كاد يوتيليزاسيون، كل دياغرام ركزوا معاه واعملوا برشا دياغرامات. به على خاطر كي تبدا عامل دياغرام واحد حتى باش مثلا يقولك عملت مثلا، كي حتى باش يقول مثلا اللي انت غلطت في دياغرام معين ولا باش يشد لك فيه يقول لك علاش خدمته هكاك، يقول والله يا خدم برشا دياغرامات واحد منهم هكايا يعني بلبز ولا مخدوم فيها غلطه مش باش يشد معاه برشا. ما تخدم دياغرام واحد ويبدا غلط ديجا باش يعلق لك عليه، هو اكيد باش يعلق لك عليهم الكل راهو، دونك ما تستغربش. مي شنو لازم نعملو؟ ركتو في الخدمة مليح، يعني لازم الكتاب يكون صحيح. كي يكون الكتاب صحيح نبصم لك راك فوق الكات من الاخر. علاش؟ على خاطر ريت كتاب تكتبك صحيح وخدمتك مخدومة يولي عندك ثقة بالنفس. ثقة بالنفس هي اللي باش تبريزونتي بها نهار السوتونونس. داكوغ داكوغ. به الفازة اللي بعد الحكاية هذه هي مش كامل في حكاية الكتاب. به كل فاك وعندها الكتاب متاحة معين، دونك انتوما حاولوا تدبروا الكتاب الباهي وتمشيوا للبيبليوتيك وتاخذوا كلموا يعني قولوا انا هو احسن كتاب خذي مونسيون تخي بيان، خذوه كاكزامبل، خذوه كاكزامبل ما تنقلوش عليه. حكاية البلاجيا كيفاش ما تعملوش حكاية البلاجيا؟ به ثم سيت في الانترنت تكتبوا بلاجيا اون لين، كل فقرة تكتبوها تحطوها انتوما في البي سي و يعني اون لين تحطوها في السيت نتاع البلاجيا هذيك ويقول لك كان فيها بلاجيا ولا لا، سهلة الحكاية. دونك ما تقعد عندك حتى تنقيلة وما تنقل في حتى شيء. داكوغ داكوغ. سينا كيفاش مثلا انا عندي اون ديفينيسيون ولا اي حكاية ونحب نبدلها انا نخدمها، تو سامبلومون شنو نعمل؟ تبدل لي فيرب يعني بالسينونيم نتاعهم، لكن الكلمات بالسينونيم نتاعهم، ما تخليش نفس الجملة بالطبيعة. يعني كيفاش تعمل؟ انا قريت ارتيكل ونحب نكتب نفس الارتيكل في الكتاب بي اف نتاعي، نعاود نكتبه ولكن بصيغة اخرى. باهي يعني مثلا نعرف انا جملة كانت تحكي كذا كذا يفعل في كذا كذا، تغيب هذيك تم فعله كذا بفعل كذا مثلا، معلش يعني تقلب الجملة وما تخليش نفس الجملة. وريهم اللي انت بالحق قريت دي زارتيكل وقريت كتب باش خدمتك الكتاب هذاك وكنت انسان تعبت على الخدمة متاعك، يعني ماكش نقل وتحط نقل وتحط خاطر ما حشتهمش باش يكون ينقل ويحط. باهي ما تنسيش انتوما قاعدين تخدموا تعملوا دي كابتور على لي زانترفاس اللي انتوما شفتوهم على الخدمه اللي انتوما خدمتوها، وخذوا بلوك نوت ولا اي حكي اكتبوا فيها كل فازه شنو عملتوا فيها. ونعرف انا نعرف العباد الكل اللي هما ينجموا يكونوا كيفي، نجموا يكونوا تعرضوا للفازه هذه كي قالوا تو نخدم الكتاب، تو نخدم الكتاب تاع ستاج، تو نخدم الكتاب تاع ستاج وتلهي في البروغراماسيون ونسي الكتاب وخليه في الاخر بقى شهر كامل وهو يخدم ليلة تسعة لالا. what we call it ليلة تسعة لالا. so برشا عباد قاعدين يعملوا فيها مش كان انا اكيد يعني. so
في حكاية الفازة هذيك شنو باش يعمل، ما تخليوهاش. يعني انا قلت لكم ما تخليوهاش اللي تسعى ابدا اكتب به. اول حاجه مش تبدا، بكل الحاجات اللي مش يتبدلوا كما اسمك ولقبك وكل حاجات هذيك باش دو كارت والباجيت الاخرانيين ملخص بالانجلي وفرنسي وعربي. ابدا اخدم الريميرسيمون، ابدا اخدم الانترودكسيون، اكتب فقرات، خلي لانكادرور زاد يصلح لك اكيد ينجم يعاونك. سو انا نعرف اللي بوم بلوزيور انكادرور باهيين ويعرفوا يعملوا لي ستاجير نتاعهم ويحبوا يعاونهم بالحق يعني. سو وقت اللي يو نيد هيلب استعين باي عبد عنده اكسبيريونس ولا اي عبد اكبر منك. وكان عندك مشكله نتاع فرونسي برا امشي اعمل فورماسيون، راهي باش تقعد لاصقه فيك لاخر حياتك. رانا احنا في تونس نستعملوا الفرونسي والانجلي، دونك عندك مشكله فيه برا امشي صلحو راهو يقعد يتبع فيك. حتى وكان قلت انت اني سلكتها في دوار واني سلكتها في حكايه الفلاني، راك بعد باش تعاود تروح على خاطرنا في تونس البلايص الكل حتى بعد باش تعمل اونتروتيان في الخدمه تقول لك اونتروتيان بالفرونسي اونتروتيان. كيما قلت لكم فرونسي والانجلي اهتموا بيه، راهو باش يقعد يتبع فيك حياتك الكل. وراه وليت انت ما عملتوش توا فورماسيون مش حكيت فورماسيون، لازمك تفهمو، لازمك تعرف تحكي. خاطر سي انت وحلت المرة هذه وسلكتها كبر روح، لو ينجم يجي نهار ما تنجم تسلكها وتلقى حتى حد معاك يقرا وارتاح منو، اقرا وارتاح منو ايزي بيجي واي. باهي تعدل المهام اللي هي يشد، كملنا ستاج وكملنا الكتاب وكملنا كل شيء، حان وقت السوتونونس ترارارا. وقت السوتونونس شنو باش نعملو احنا تو في السوتونونس؟ باش نقدمو البروجي نتاعنا اللي تعبنا عليه لمدة شهر والا اربع اشهر جينيرالمون في البي اف او والا شهر نتاع الاخر. سو كي تبدا انت بالرسمي تعب عليه تولي تحكي على الاخر، تحكي مش نورمال وتدافع على البروجي نتاعك وانا خدمت وانا عملت وانا قديت وكل ما شيء، وتولي بالرسمي تحب تدافع على البرودوي اللي انت قدمته هذاك. باهي وتزيدك الفازة في ثقة بالنفس. به ان اول استاج عملته كنت دخلت يعني الاستاج وكل ما شيء من الاول خفت وقلت باش نعمل يعني قبل ما ندخل. بعد كي دخلت الاول بديت نحكي كلي صوتي ضعيف شوي، بعد كي تذكرت انا قديش تعب عليه خاطر استاج لوليني بون استاج لوليني برك استاج لوليني واستاج الاخراني اكثر زوج ستاجات يعني بي اف والانيشياسيون اكثر ستاجات تعب تعب تعبت عليهم على الاخر. علاش؟ على خاطر ما كنتش نرقد في الليل، كان عندي ستريس اوفر دوز. علاش ستريس؟ نحب نكمل وانا انتريسي على الاخر، يعني الفكره انا عجبتني مش نورمال، يعني الفكره ريلي اي وانت ات، حاشي بها على الاخر باش تنجم تعاوني يعني وكل ما شيء. واول ستاج مني كنت تعلمت برشا حاجات جدد، هو ستاج الاخراني ما كنتش نعرفها من قبل. سو تعبت في لي ديتاي اللي انا قاعده نعمل فيهم، وكنت نمشي من 8 في ستاج نروح الستة، كي نروح نكمل نقرا دي دوكيومون باش غدوة كي نمشي فاهمه. سو اني ناخذ نوت خايبه نتعقد في مخي كان. سو قلت وقتها لازمني نحكي بالفرنسي اموري، انا ما بريزونتيتش حتى مره على سوتونونس، بريزونتيت في دي هاكاطون حاجات كيف هكاك اما سوتونونس نو. سو قلت لازمني نحكي ولازم يطلع لك المسيح بالفرنسي ولازم في بويت يطلع صحاح ولازمني نقنعه بالفكره اللي انا فيها بالرسمي اللي نتابع عليه، يعني ما نجمش ناخذ نوت خايبه، ما مخي ما يقبلهاش. تعبت خاطرني يعني كنت نجم نترشق بالبكاء ونعمل حالة لو كان ناخذ نوت خايبة، خاطر هذيك حاجة تعبت عليها تغيظ كان حاجة اللي كنت تعب عليها. به سو عملت المجهودات نتاعي الكل في السوتونونس، وصفت الحاجات اللي نعرفهم الكل، قلت شنو عملت في ستاج باغ ديتاي هكذا هكذا هكذا، فسرت له كل شيء. لازم نتوما تفسر له كل شيء، خطورة ما يعرفش عليك، ما يعرفش عليك انت شنو عملت في ستاج، فسر له اللي انت خدمت. قلت عن مثلا قولوا عنا هاو البلوم تاع ستاج واش عملنا كذا كذا كذا، عملنا جد دياغرام دو غانت باغ اكزومبل ولا اللي هو، عملنا لي زيتاب هذوما الكل، استعملت اللونجاج الفلاني، هذه قريتها جديده هذه ما قريتهاش هذه نعرفها هذه ما نعرفهاش، نسلو كل شيء.
تاكل شيء تعدسها بقليديا كامل كل تفسرهم لي زانترفاس فيش لازم نحكيو بثقة ونفسروا له كل شيء في الكتاب نتاعنا وشنو الحاجات اللي نحبوه يعرفهم تفسر لي دياغرام الكل لي زانترفاس الكل تفسرهم وشنو نعملو اخر نكونوا لابسين لبسة لائقة لائقة يعني حاجة محترمة لازم تكون بول بلون وسروال بوزي يعني سروال ماهوش جين لازم يكون مثلا قماش والا اون روب تكون مستورة على خاطر انت ماشي باش تحكي له على بروجي لك ماشي العرس لك ماشي حتى بلاصة تلبس حاجة جوست محترمة خاطر النهار هذاك اخر نهار في القراية متاعك بخيسك خاطر بروجي دو فان داني مثلا ولا بروجي دو فان ديتود دونك اخر نهار باش تكمل في قرايتك البس حاجة انت مرتاح فيها البس صباط انت مرتاح فيه خاطر باش تقعد واقف وهما قاعدين يقولوا لك في الحاجة الخايبة سو باش يقولوا لك يعني ينقدوا في البروجي متاعك سو لازمك تكون انت الساعة مرتاح نفسيا خادم مليح في ستاج وردوا بالكم تمشيوا وانتم مراض الا ما ترقدوش او الا اي حكاية ردوا بالكم تعملوها دونك حاولوا ما تمرضوش بصراحة خاطر بون ما نجمش تتأجل الذات ما يحاولوا ما تمرضوش وما تتسهروش مش عينيكم ما تمشيش حمرة وكل مشكلة تتعبين وكي يسألك تنجم تجيبه على الأقل تنجم تدافع على البروجي نتاعك شنو الحاجات الأخرى كاللبسة اللي كالمزيانة تلبسها بعد ما تنجح إن شاء الله كلكم تنجحوا العباد اللي تفرج الفيديو هذايا والعباد اللي ما تفرجش الفيديو وشنو العباد اللي تشاري خاصة في الفيديو وإلا تعمل في لايكس وعمل تابونمون ان شاء الله تنجحوا الكل كومونسيون تري 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 بيان سو كي تنجحوا بحاجات موين به ولا حاجة اكتبولي في الكومنت سلام وإلا عملتكم بأي معلومة اكتبولي في الكومنت وشو آخر اللبسة المزيانة هذيك اللي قلت لكم عليها اللي هي كل سوا نوار بلو اي كولور كسوا تحب تخيطوها في الدار ولا تمشي وتحضروها والحلو والفزت لكم الكل الحلو موجود عباد اللي تسكن في تونس موجود في كلكو سوا البلاصة متاع الحلو بالنسبة للباكويت وكل ما شيء موجود في مانديرو في السونتر فيل والحوانة فين يبيعو الكادوات والحاجات كيف هكاكا بالنسبة للي روب دو متاع التخرج والجراديويشن وفازات في بالي السومة متاعها انتر 40 و 35 وانتي تنجم تحكي معاها يولي سومة 30 دينار تغلى ب30 ألف وتلبسها وقت ما تحب تتخرج حتى وحدك في الدار عادي سو قماشها راه ماهوش دو كاليتي اكيد على خاطر باش تلبسها نهار جينيرالمون وتنجم تعمل كوميرس بعد وتكري هاللعبات اللي تحب تعمل تصاور بحوايج صدوط سو ثانك يو سو ماتش فور واتشينغ ذيس فيديو اند اي لاف يو سو ماتش